And the winner is... Christelle Ziedé, l'Inter Saint-Germain. Bonsoir. اللي لازم يتكرم مين؟ نحنا ولا المنظمين؟ لبنان أدهش العالم بتنوع ثقافته، بس هالبلد بطل عايش على طبيعته. فياريت منستعمل قوتنا بالسافوار فير تنبلش نفكر سافوار فير. حب شارك هالتروفي مع كل يلي وثقوا فيي ودعموني توصل لهون. وبما انه رمز وطننا جرين سيدر، خلوا رمز تفكيرنا جرين مايند. ثانك يو. هلا بنكون كلنا اكيد ملتيين بالهابينس اوف ذا مومنت اند ذا برايد على السايد الشخصي، بس اكيد هلا اللي رح يبقى هو ذس موتيف يلي اعطونا اياها وذ ذس اوورد، ذس ريسبونسابيلتي انه نكفي بهالطريق وذ ذا سمارت ستراتيجي. Really looking for people who had enthusiasm and spirit and who had a practical idea. بدنا كل الناس يلي بيعملوا شيء منيح بالانفايرمنت زيرو ستارز مثل الجلامرس ستارز يلي نعرفهم بكل بالفن وبالتمثيل وكل هالاشياء. الحدث هيدا مميز لانه هو حدث بيئي بامتياز، كل المشاركين هن رواد بيئيين. رجع في نهضة وعي لإعادة لبنان إلى صورته الخضراء. هيدا الإيفنت كتير مهم. متأملين إنه أكيد نربح. بيكون هيدا إكسترا بوش لأنه كلهم بياخدوا العقل. أكيد معقولة لا مشروعي ما ينجح، وبالآخر الجوري والعالم بتنقي. أنا بعرف بروجيتي حلوة واشتغلت من كل قلبي على هالبروجيكت، فلازم إن شاء الله خير. ما إنه كلنا عم نساهم للبيئة، كلنا ربحانين وكلنا بنستاهل الجائزة. يتمسكوا بأحلامهم إنه معقولة يوصلوا. في توعية وتربية على البيئة. مثل ما عم نشوف اليوم بالجرين مايند أوورد. To save our planet. عندنا بلد بياخد العقل، جنة على الأرض، لازم نحافظ عليه لو شو ما كان. القرن ال 21 واكثر من اي وقت مضى نحن بحاجه لافراد ومؤسسات ملتزمين الحفاظ على البيئه والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعيه. لهالسبب منظمه جرين مايند غير الحكوميه قررت تكرم اصحاب مشاريع وضعوا الحفاظ على البيئه بالمقام الاول، وهن اذا صح التعبير الجرين ستارز بالمنطقه من العالم. جائزه التعليم الاخضر جرين ادوكيشن اوورد. كريستال زيادة، أرشيتكت من جامعة القلبة، سميت مشروعي لاختير دو سافوار فير. هو مشروع بالبقاء على نهر الليتاني، بيئي شامل بيحتوي على برنامج بحسن أولا القطاع الزراعي، ثانيا القطاع الاقتصادي عبر التصدير بالمعايير العالمية للجودة، وثالثا قطاع الصحة العامة، رابعا قطاع البيودايفرسيتي، خامسا قطاع السياحة، وسادسا وهو الأساس بمشروعي قطاع الهندسة، بدراسة أداء كل sustainable construction system مناسب للبقاع. وهذا كله كرمال يكون انطلاقة لخلق مرجع لشروط البناء البيئية بلبنان. أنا لما حش حسن وماي تيم ميت حبيب دعون، نحن عم نقدم بروجكت جديد اسمه بريث جرين. هذا البروجكت بيوعد إنه يحل مشكلة التلوث من معامل الإسمنت بشكة. نحن أربعة تلاميذ بجامعة الإزاق، لاحظنا أنه بلبنان في مشكلة النزوح واللاجئين، فقررنا نلاقي حل لهالمشكلة ونأمن له مطرح يقعدوا فيه. فعملنا بيت عنده اكتفاء ذاتي، بيتفكفك وبتركب بشكل كتير سهل وكتير هين، بيأمن لهم حاجاتهم من الكهرباء والمي بدون أي كلفة بيئية. لجنة تحكيم مألفة من 22 عضو من مختلف أنحاء العالم كان عليها تقييم 250 مشروع، 250 استمارة أو أبليكيشن أرسلت من 12 بلد. بمرحلة أولى تم اختيار 73 مشروع، وعلى مدة أسبوعين نظر أعضاء لجنة التحكيم بهالمشاريع ووضعوا علاماتهم، وبعد ما جمعت علامات اللجنة تم اختيار 27 مشروع أو أبليكيشن. العلامات اللي وضعتها اللجنة شكلت 80% من النتيجة.
أما النسبة المتبقية فاحتسبت بناء على تصويت الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. النتيجة النهائية تم احتسابها نهار واحد قبل هالحفل تحت إشراف ومراقبة بيغو فيغيتاس. عيونهم لحالة عم تحكي على هالشغف اللي عندهم إياه بالعمل اللي عم يعملوه. شي ببيض الوجه. What we're looking for with the winners is not just a great project, but also someone who shows the ability to come up with a concept. وطبعا بدي ادعي الفاينلست اللي وصلوا لهالمرحله لنيل هالجائزه يتفضلوا على المسرح. And the winner is كريستال زيادي لا فور سافوار. بونسوار. اللي لازم يتكرم مين؟ نحنا ولا المنظمين؟ لبنان أدهش العالم بتنوع ثقافته، بس هالبلد بطل عايش على طبيعته، فياريت منستعمل قوتنا بالسافوار فير تنبلش نفكر سافوار فير. حب شارك هالتروفي مع كل يلي وثقوا فيي ودعموني تأوصل لهون، وبما أنه رمز وطننا جرين سيدر خلوا رمز تفكيرنا جرين مايند. Thank you. هلأ بكون كلنا أكيد ملتيين بال happiness of the moment and the pride على السعيد الشخصي، بس أكيد هلأ اللي رح يبقى هو this motive يلي عطونا إياها with this award, this responsibility إنه نكفي بهالطريق with this smart strategy. Ladies and gentlemen, dear friends, I am keen to be involved in this event which I believe is important and whose organizers I wish to congratulate warmly. It is indeed essential to draw attention to an issue which, without being headline news, is nonetheless at the heart of all our futures. That is why the Greenmind Award Initiative, which encourages ecological best practices and honors projects focused on environmental protection in North Africa and the Middle East, seems of particular value to me. I hope that this Greenmind Award will bear fruit and positively help toward increasing awareness of environmental issues in this region, essential to the future of each and everyone. The Green Mind Award reflects our thinking and our beliefs. I offer my sincere congratulations.